العودة إلى موضوع التظاهرات في محافظة بغداد، ينضم معنا مراسلنا مباشرة من داخل العاصمة بغداد ومن داخل أماكن تواجد المتظاهرين جابر جمال. أهلا بك جابر، حدثنا عن آخر التطورات في ساحتي التحرير والسنك، تفضل. نعم إيناس، اليوم شهدت منطقة الاعتصام توافد أعداد كبيرة من الطلبة، آلاف الطلاب نظموا مسيرة ابتدأت من قرب وزارة التعليم العالي، هناك قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة بأعداد كبيرة جدا، ويعني القيام بهتافات يعني تردد بعملية التعليم وما إلى ذلك، ومن ثم توجهوا إلى ساحة التحرير وهم الآن في ساحة التحرير ومنطقة الاعتصام بشكل عام، من جهة يعني نظموا مسيرة ابتداء من ساحة التحرير وأيضا إلى جسر الأحرار، مسيرة للطلبة منددين ب يعني الفساد وب يعني رافعين الشعارات التي تدعم التظاهرات ودعما للاعتصامات في ساحة التحرير ومنطقة الاعتصام بشكل كامل. أيضا إذا نتحدث أكثر عن الإضراب في منطقة الدورة إيناس، كان هناك إضراب للطلبة وتم تطويق تربية الدورة المتواجدة هناك من قبل آلاف الطلبة. نعم، مطالبين بإعلان إضراب عام، هذا ما قام به الطلبة من قبل طلاب المدارس. أيضا هنا هذه المسيرة التي تحدثت عنها قبل قليل تشمل طلاب الجامعات وطلبة المدارس من مختلف الصفوف. أيضا إذا نتحدث عن أعداد المتظاهرين، اليوم هنالك زخم في الأعداد خاصة بعد وصول متظاهرين من الطلبة. طيب جابر، يعني كانت هنالك صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، هل لديك معلومات عن الحصيلة النهائية لأعداد الشهداء وجرحى الصدامات التي حدثت يوم أمس واليوم؟ شهيدين أو ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى يوم أمس نتيجة الاحتكاكات التي حصلت ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين بالمقربة من جسر الأحرار، وأيضا في ساحة الوثبة يوم أمس تمددت الحركة الاحتجاجية إلى ساحة الوثبة من جهة الشورجة، كان هنالك عدد من المتظاهرين لكن حصلت الاحتكاكات، واليوم تشهد تلك المنطقة هدوء نسبي، لكن عند جسر الأحرار هنالك بعض يعني أو رمي بعض المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، لكن ليس كيوم أمس. يوم أمس كان تصعيدا حتى فجر يعني اليوم كان هنالك تصعيدا في تلك المنطقة، لكن اليوم هنالك هدوء نسبي أكثر في تلك المنطقة، وهذا ما دفع بأعداد كبيرة من المتظاهرين. تعلمين إيناس هذه المعادلة، كلما يزداد العنف في تلك المنطقة أو يزداد التصعيد ثاني في اليوم التالي تكون الأعداد كبيرة من قبل المتظاهرين، يتوافد المتظاهرون دعما للساحة أو لمنطقة الاعتصام بشكل عام وإلى إدامة التظاهرات هنا، وأيضا لدعم المحتجين للبقاء في هذه المنطقة والاستمرار في الاعتصام الذي هو انطلق منذ اليوم 25 وحتى هذا اليوم. نعم جابر جمال مراسلنا من داخل ساحة التحرير، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.